يقول هتلر: أحقر الأشخاص الذين قابلتهم هم أولئك الذين ساعدوني على احتلال بلدانهم. ليتك يا هتلر رأيت حال العراق المسلوب والشعب المنكوب برغيف وطن يتقاسمه الساسة والفتاة للثائرين. أما سمعت ببلد به شهيد يسعفه شهيد ويصوره شهيد ويودعه شهيد فيصلي عليه شهيد؟ مرة أخرى عدنا على شباكنا نبكي، مضى على السنين العجاف أكثر من سبع ولم يأتي المطر بعد، ولا شيء سوى ريحا حاصبة تعصف بذاكرة العراقيين. يا ريح كوني بردا وسلاما على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحنى.